مرحبا بكم في 75 دقيقة على الوطنية الأولى. أهلا وسهلا بكم في بث مباشر اليوم من نهار 22 نوفمبر 2017، بداية أسبوع إن شاء الله موافقة للجميع. 75 دقيقة كل يوم اثنين ثلاثة أربعة خميس في مواكبة لأهم الأحداث السياسية الاقتصادية والاجتماعية. خلينا نبدأ مباشرة مع مواضيعنا اليوم ونمشي للسمار. موضوعنا اليوم هو اللول، هو المبادرة الخاصة، هل هي الحل ل 620 تقريبا ألف بطل في تونس؟ وحملة النجم بعد شوية بتكون بحضنا كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة السيدة لونيسي. موضوعنا الثاني باش يكون حول إشاعة وفاة رئيس الجمهورية، هل هي مجرد إشاعة النات أم هناك جهة وراء هذه الإشاعة لبث الفوضى والبلبلة في البلاد؟ وبعد شوية باش يكون حاضر معنا مستشار رئيس الجمهورية السيد نور الدين بنتيشة. هذوما أهم مواضيعنا اليوم بالطبيعة إلى جانب فقراتنا القارة. رحبوا برشا بزملائي. نبدأ على يساري، محلل سياسي للحصة، صديق البرنامج حافظ غريبي. أهلا وسهلا بك حافظ. أهلا. وعلى يميني، يدي اليمين الزوزة، غازي الدويري. أهلا وسهلا بك وصفاء الجمازي. اهلا وسهلا بيك. مبروك البلاصه. عايش بدلوا بالقاع يا عزوز. تبدي السروج في الراحه. اكيد باش ما يستسوش بالكرسي. ايوه. قبل ما نمشيو للموضوع نتاعنا الاول، نحب نقول لكم اللي اليوم نفذ تجار المسوغ اليوم في سوسه وقفه احتجاجيه في ساحه القصبه. شارك في الوقفه تجار البركه زاده بتونس اللي سكروا الحوانت بتاعهم وتوقفوا عن العمل صباح اليوم. طالبوا بضروره استجابه السلطه، سلطة الإشراف لمطلبهم المتمثل بالأساس في إلغاء الفصل 34 من قانون 2005 والمتمثل في عقوبة السجن لمدة سنتين وخطية تقدر ب 20,000 دينار لكل تاجر أو شخص يمسك أو يبيع قطعة مسوغ اللي تحمل ما تحملش الطابع، وإلا الطابع يكون غير 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 واضح. من بين مطالبهم أيضا هو إلغاء الطابع فرد مرة، علاش الطابع يكون موجود؟ ولكن فيما بعض التجار حافظ يقولوا لا، هذا ماهوش معقول ومش ممكن إلغاء الطابع إلا لسبب مقنع، مع العلم انه قرابه 11 غرفه للتجار المسوغ على كامل تراب الجمهوريه مازالوا كيجتمعوا بكري شويه في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في الوعود اللي قدمتها الحكومه والمتمثله في عقد مثلا مجلس وزاري للنظر في جمله من المطالب. زميلتنا بسمه الكريبي حاولت تواكب اليوم الوقفه الاحتجاجيه هذه في سوق البركه من خلال الصور اللي كنتوا تشوفوا فيها، وايضا خذينا التيمونياج نتاع بعض من تجار المسوغ. اذا كان نجموا نسمعوا راهم شنو اللي قالوا. في تحرك الاحتجاجي هو صار من هالخميس في سوسه، خميس وجمعه وسبت وحتى نهار الاحد، خاطر السوق يخدم نهار الاحد في سوسه، سوسه مستير، الحوايج بتاعها الكل تقريبا سكروا. الاسباب بتاع تسكير هذايا وتصغير مورد رزق بتاعهم انه حسوا بالخطر، خطر تنفيذ قانون اللي هو 2005 اللي هو فصل بالذات اللي مركزين عليه فصل 34 هذايا، اللي يقول اي ماسك لقطعه سواء كان صناعي سواء كان تاجر سواء كان حتى كليون، اذا كان قطعه هذه غير واضحه وطابع غير واضح اللي هو نكته بتاع مساك، دونك يجم يتعرض الى عامين حبس و20 مليون خطيه. الادارات والدوله الكل تقريبا مقتنعه بتغيير القانون هذا، ومقتنعه انه القانون هذا يجب يواكب العصر، ولازم نستعملوا الات حديثه مش نجموا نثبتوا، ونجموا الكليون والحريف كي يدخل السوق التونسيه ولا السوق الاجنبيه يكون مرتاح للسلعة بتاعنا. ما فما ناس تدخلوا من ناحية طابة وناحية طابة وناحية طابة، لا سبيل لا يجي ناحية طابة، ما نجمش واحد تاجر تو هابط وجاي من غاديك باش حبي تنحي طابة، علاش تنحي فيه أنت طابة؟ أقنع أقنع الحكومة، أقنع المسؤولين، أقنع عند شكون أقنعهم كيف كان فما حل باش يتنحى الطابة، والله ما يسالش. كيفاش فردة فيها 6 جرام باش تجي فيها جرام ونص وصار ما تجيش؟ هذا أقل شيء، أقل شيء فيه 30 بونت و40 بونت وكل شيء. اللي هو 0.3 وعندنا المراقبة، عندنا دار المراقبة متاعنا واقفة علينا واقفة كل شيء، ماهيش قاعدة تضر فينا، معناها قاعدة ماشية بالكدا بالكدا نخدمه. حافظ كان عندك تعليق؟ خلينا فعلا هو التحرك الاحتجاجي احنا نتسائلوا علاش توا، علاش في الظرف هذا بالذات. المعطيات اللي عندنا متوفرة لأنه المدة اللي فاتت الديوانة تحركت وقامت بجملة من الحملات على ما يسمى بين ظفرين الفساد يعني في اطاره العام، بما فيها معناها مساله الذهب هذا يحبوا اكثر ممكن يحصلوا، وثم معطيات تقول حجز كميات من الذهب في عده مناطق. واعتقادي انه معناها العاملين في القطاع تاثروا من العمليه هذه، وكان وراء يعني ربما انهم طالبوا بعدم تفعيل هذا الفصل نتاع قانون 2005 لانه ابارامون من 2005 ل 2017 ساكتين، علاش تحركوا اليوم؟ لسبب بسيط، هو انه بدا تفعيل القانون هذا وبالتالي الفصل هذا، وبالتالي معناها بدات معناها عمليه مقاومه جمله من الفساد والتهرب الضريبي والتهرب في برشا اشياء اللي قاعده تصير في قطاع المسوق والذهب. احنا نعرفوا الذهب هذا كيفاش تشراه،
معنا عندهم كوتا معينه ياخذوها كل كل شهر، ولكن في نفس الوقت قاعدين ياخذوا في الذهب معناها المعمول ويكسروه، هذاك اللي يسمى الذهب المكسر. ثم برشا اجراءات وثم ترافيك موجود، وبالتالي حسب المعطيات المتوفره عندنا انه ربما وقع كبس نوعا ما، وبالتالي معناها هذاك على شو ما تحركوا لكن في نفس الوقت ما نجموش الحقيقه احنا معناها كمستهلكين ولا الناس اللي تشري ما نجمش يتنازل على الطابعه، كيفاش ياخذ الذهب من غير لا هذا ما لا لا مرجوع عليه الكلام هذا، لانه الطابعه موجود في العالم اجمع، ما نجمش تكون يتنحى ما نجمش يكون يلا نمشيو لفقراتنا للقاره ونبداو مع صفاء الجمازي في زابينج. صفاء اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، مساء الخير شاكر حافظ وغازي. نبداو زابينغ نتاعنا الاولاني اللي باش نشوفوه توا هو فيديو خذيناه من احدى البلاتوات التلفزيونيه، وان كان برهان بسيس حاضر اوتان كانفيتي بيان سور، برهان ما فلت حتى بلاتو الا ويحكي فيه على بن علي، وبيان سور زاد كيف كيف بعض الاعلاميين والمناشدين التوا اللي حبوا يصيبوا هالوبانه اللي التوا ما حبوا يفدوا منها، وهي علاقته بن علي. بون يقول عليهم ما لقاو حتى موضوع ولا حتى سؤال باش يحكيوا فيه، كان علاقه برهان بسيس بن علي. ليش في هذا الكل، خلينا نمشيو بلوتو قبل ما نتعداو للفيديو هذايا، جوست نحب نقول لكم اللي الحجاج الحق نتاع ربي ما كانش مشكور برشا، خاصه في طريقه حكمه اللي تعرفت اكثر بالحجاج الحجاج بن يوسف معناها اي الحجاج بن يوسف. طب انت حرقت لي الزابي، قلت الحجاج ما كانش برشا الناس حكاو عليه هذوما، الحجاج ابن يوسف على خاطرك، الحجاج ابن يوسف اللي طريقه حكمه ما كانتش مشكوره برشا، واللي تعرفت بلوتو بالوحشيه وباراقه الدماء والعنف، لين وصل لقب روحه بروحه بمبير المنافقين او بما معنى مبيد المنافقين. لكن ظهر لي لهنا في الفيديو اللي باش نشوفوها برهان بسيس كان عنده راي اخر مخالف، نشوفوه مع بعضنا. البلد في حاجه أن يؤخذ من تجربة بن علي، مش تجربة بن علي فقط، خليكم بن علي، أنا أعتقد أن تونس في حاجة لحجاج بن يوسف ديمقراطي، حجاج بن يوسف لكن لا يحكم بسلطة السيف اللي هي القانون. صفاء عرفت تختار الفيديو، حافظ شنو رأيك تعليقك؟ هو احنا باش نرجعوا شويه، الحجاج بن يوسف عنده مقولة شهيرة وقت وجه بها لأهل العراق، قالوا يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. هنا برهان بسيس نوعا ما عنده حق في المساله هذه، خاطر ثم برشا شقاق ونفاق كثير في البلاد. اكزاكتلي. فهمتي؟ اثنين، انا ما نتسائل كيفاش ينجم يكون حجاج بن يوسف وديمقراطي الا على طريقه مسرحيه الزعيم تاع عادل امام وقت اللي خرج قال له حاكموه محاكمه عادله ثم اعدموه. هذا هو هذا هو الديمقراطيه نتاع حجاج بن يوسف كيفاش ينجم تكون. ثلاثة، نقول برهان بسيس بربي نقص شوية من الظهور ونقص شوية من الدمغجة، لأنه راه ولا برشا حوايج مرجوع عليك، ومش مرجوع عليك، مرجوع حتى على حزبك. فهمتي؟ ولو أنه هو راه أنا مثلا خليني أنا ناخذ موقفه، هو ربما قصد الصرامة في تطبيق القانون، معناها احنا دولة القانون ما القانون مش قاعد يطبق، معناها لازم تكون يطبقه. سامحني هذا توجه به روحه قبل اللي توجه به للعموم الناس، توجه به روحه، هو راه في السلطة ماناش احنا. هو في السلطة، هو اللي يحكم. هو نداء تونس هو اللي يحكم، هو اللي يحكم، هو اللي يحكم، اذا يقولوا روحهم ما يقولوش لنا نحن الكلام هذا مردود عليه يعني. واضح. قريت لي يقعد في الكرسي ذاك اللي سامباتيك راه. واضح. يحكي مسرحيات. الفيديو اللي بعد. داكوغ، نمشيو لزابينغ دو، مازلنا في كتاب التاريخ وفي الحامين للعصور القادمه، ونمشيو مع بعضنا ونمش نرجعوا بالحق بمئات السنين، كيف ما باش نشوفوا كيف ما الحاجات بلوتو اللي باش نشوفوها مع بعضنا في الفيديو هذايا. رجعنا للرق. نعم، وللعبودية شوية آخر نسمعوا هات العطر يا غلام وأعطيني أبيعك هذه الجارية مقابل 100 ناقة حمراء، وفي عود نحكي ونذكروا اللي تونس هي أول بلد في العالم تلغي الرق والعبودية. هنا اليوم رجعنا نحكيوا على جارتنا ليبيا اللي هاي في جنبنا، وسوق عبيت شاي ب 400 وشاي ب 700 دولار وش اللي تربح، وتفضلوا معي. La Libye a renforcé les contrôles et des centaines de migrants se retrouvent coincés et finalement vendus comme esclave. Commentaire Renaud Bernard. Dans la nuit libyenne, une voix et un groupe d'hommes alignés. Un bras qui les désigne et des prix. 400, 700, 700, 800, 1 à 1, ils sont vendus aux enchères. Ce sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria. Des hommes forts pour travailler au champ, dit la voix. اذا بالحق من فيديو كانت صادمه برشا، والله شيء مؤلم. انا تفرجت فيه الروبورتاج كبير نتاع السي ان ان،
والصحفية اللي قامت بالعمل واللي هي تنقلت على عين مكان في طرابلس وفي ليبيا وتنقلت بعدة مدن بصراحة معناها يعني شيء يؤسف له لأنه دولة كما دولة ليبيا شقيقة واللي معناها خذت حرب كبيرة ضد الاستبداد تلقى روحها معناها بعد كل المراحل هذه وبعد الحرب هذه تلقى روحها رجعت معناها القرون مش نقول الوسطى معناها حتى القرون البدائية معناها الإنسان ولا بضاعة يتباع في وسط ليبيا وهذا زاد يعني المزاد العالمي وهذا زاد راهو لازمنا نقولوا فهمتي راهو الظروف اللي خلات الامن وعدم استتاب الامن وسيطره بعض الاطراف في الجنوب الليبي على يعني طريق للهجره السريه واعتماد معناها ودخلت حتى داعش وحتى معناها اطراف اخرى معناها من طرفين على الخط وهم اللي يسهلوا في العمليه ويجيبوا في الناس هذوما ربما يكون وراه عندنا حتى في صورة ما واحد ما يخلصش وكذا وليعرض فيه للبيع بالطريقه هذيك المزريه والمخزيه والمعناها المؤلمه وده يدل على شيء فانه يدل على حاله الفوضى والتسيب ونتصور بعد الفيديو هذا برشا معطيات باش تتبدل على مستوى دولي في التعاطي مع الشان الليبي لابد من الحسم وبدات مؤشرات اما خلينا زاد نلاحظوا انه احمد معتيق نائب رئيس حكومه الوفاق الوطني اعلن على فتح تحقيق على خلفيه التقرير الذي بثته سي ان ان ويقول انه الحكايه معناها ربما شرذمه والا مجموعه من اللي متمثلش هم 400 موقوف يعني بلوتو يعني الجورناليست اللي عملت لانكيت هذيا حكيت في الروبورتاج كان كمان تفرجنا فيه اللي حاب بين انتر 400 و 600 بيرسون هم 600 وبين 600 و 400 فرد مختلفي الجنسيه غينيه وصوماليه وعديده من الجنسيات على كل هم كيف ما قلت الجهات الرسميه اعلنت على فتح تحقيق في الغرب ميرسي يعطيك صحه صفاء نمشيو للطلعات ان شاء الله نمشيو للطلعات النت مع غازي الدويري غازي اهلا بك مرحبا شاكر مرحبا حافظ صفين الناس الكل يتفرجوا فينا على الوطنيه الاولى ونعملوا تلا على طلعات النت نبداو بتونس اللي تحتفل اليوم 20 نوفمبر بذكرى الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل وهي ذكرى 28 لمصادقه الجمعيه العامه للامم المتحده على الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل باش نشوفوا لي كومونتير نتاع العباد كيفاش يحكيوا على الطفل وعلى حقوقه ثامر متغشش برشا قال حقوق الطفل حقوق ماذا ايها الابله تهبطوا في مواضيع تسخروا بها على الشعب علاش العصب زايد سامبل نفتي مهدي اقل عصب شويه من ثامر قال تونس يلزمها تعمل جنازه رمزيه لحقوق المواطن بصفه عامه الطفل عن اي طفل تتحدثون كان احنا الكبار مشينا في الساقين ما الصغار كيفاش عايشين في كوكب وحدهم اوكي ماذا ذكر 28 واحنا مازلنا نحكيوا هكايا حتى كانهم اراء مواطنين هذايا الراي اللي قاعد يدور على الببليكاسيون هذايا باش نتعداو للطلعه الثانيه زميلنا العربي الباطني من اذاعه الشباب هبط ستاتيو البارح كتب فيه اليوم اول سوق نهبط له بعد زياره رئيس الحكومه لسوق الجمله والمداهمات اللي تلتها واسمع يلي ما سمعتش على ما يبدو اللي صار في دوله اخرى علاش على خاطر الاسوام زادت شعلت فيها النار الطماطم ب 2200 بطاطا 1800 بصل صيفي ب 1600 شتوي ب 1800 رابطه اسفناريه ب 1500 الفلفل 1800 وراس الكرنب 1500 مش صحيح هذا نقصت الاسعار نقصت سيفري ويظهر البطاطا باش تنقص من هنا للجمعه الجايه والدينار معناها في سامحني واش كتبوا هذا؟ هذا كتبوا البارح هذا على اي على شنو السوق اللي يحكي عليه؟ حبيت باش نكلموا نشوف السوق ولكن هو قال اللي هو مازال كيهبط معناها هبط يلقى الاسهم هذوكم احنا فما كميه من البطاطا ما في حومته معناها في هما كميه مازالت كي جات تكميليه من البطاطا نورمالمون بعد لا تجي باش تيح الاسوان في ديجا تحت هي تحت توا الاسوان يعني تمشي للمارشي وكل شيء تلقى الاسوان هو راهو في الفضاءات التجاريه الكبرى معناها الحقيقه معناها انا بيني شخصيا عينت البطاطا ب 1180 معناها الفلفل مؤخرا معناها تو عنده نهارين من دينار و100 حتى يوصل حتى ل 2000 انت والنوايا نتاعو لكن المسكي جينيرال مو بدينار و100 اللي نعتبره سوق معقول هذا راهو في قلب العاصمه ما بعدوش بعيد معناها مش الطماطم ب 2000 ديما قاعده في الواحد تاعها جينيرال مو بقيت المواد الغذائيه المواد الفلاحيه بصفه عامه المنتجات الفلاحيه نوعا ما في المتناول احنا تو نعملوا ريبورتاج ان شاء الله على الاسعار بالنسبه للكومنتات ابتسام قالت اسعار مرتفعه برشا ربي يلطف بنا ويعطينا باش نواجهوا الزوالي ما عادش واصل وما حسس به حد كان ربي العالي الطلعه الثالثه هي تصويره شكون ينجم يطلعها وين ترى نشوفوا تصويره مع بعضنا به التصويره ماهيش في اثيوبيا
احنا الموضوع نحكيه على اثيوبيا. التصويره هذه مش في اثيوبيا ولكن كي تدخل تشوف لا اما كي تدخل وتشوف التصاور نتاع اثيوبيا. انا حبيت نهبط التصويره هذه خاطر هذه اللي دوروها العباد الكبار دوروا هذه ما هي مش هي ولكن لو حاجه تشبه الهكه برشا اللي هي عاصمه اثيوبيا ادي سببها العاصمه والتعليق اللي في التصويره حاجه عميقه على الاخر باش نشوفوا التعليق قال لك هذيك ادي سببها عاصمه اثيوبيا اللي انت اللي تتفرج وتشوف التصويره تبرعت لها في السنه الاولى ابتدائي بكيلو مقرونه في النمره 2 كنت تذكر وقتها كانوا عاملين حملات تبرعات لأثيوبيا والمجاعه والمشاكل الكبيره اللي كانت في اثيوبيا شوف وين وصلت معناها شوف وين وصلت تعبير مجازي دونك فعبيد قاعده تقدم احنا علاش ما وصلناش لهكاكا هذاك هو المساج اللي حاب يوصله التوانسه اللي بارتاجيو التصويره هذه اخيرا ايقاف متورطين ما حبيتش نحكي على الاشاعه نتاع البيجي قاعد سبسي لنوار تاعنا دونك هذوما متورطين في الاستيلاء على ساعه يدويه ثمنها حوالي 34000 يورو في تونس في تونس 34000 يورو وخاتم ذهب ب 3000 يورو من شقة فتاة في تونس الاخبار في تونس محمد مرابط والفتاة منين لها هذا كل هذا كومونتير الاولاني عارفه عارفه يجب تتبع الفتاة من اين لها هذا يا ترى يعني خليه ولا سيمون افي اسمه سيمون افي دونك عطى سون افي قال سيبوا المجرم شد الضحيه خاطر بالحق 34000 شو المشكل سمحت سيمون افي ايش قال سيمون افي قال اون انكوني كي سبيرمي سيت مونتر اي سيت باك سي افيكتيفمون لوش مي سي سي اون فام دافير كي ا دي افير اونتر بارونتيز با كوم سليم ريح تحية ليك سليم هكا جاتك من وحدها يسكر البارونتيز كي في ترافاي دي جون كي غاني دو لارجون اي كي باي سي زامبو ربي يزيد فما حتى مشكل معقول اسماعيل حتى سليم ريح ينجم يكون منهم بزاف والله ما دمتش اخر كومنتير نسكروا به طلعت النت ونجموا نكملوا حتى الجمعه هذه كلها بالنسبه طلعت النت اسماعيل مدريدو ساعه ب 34000 يورو يا اخي ساعه الاستجابه هذه حلوه هذه شكرا لك انت صحي غازي في طلعت النت نمشي معك انت حافظ ونشوفوا اليوم شكرا لفت نظر لشكون الشكر وشكون لفت نظر بتبيعك قبل ما نمشيوا للجزء الاول من حصتنا شكري اليوم هو مربوط بالاحداث اللي صارت ما بين البارح واليوم واللي تعلق بالوسائل التواصل الاجتماعي شكري اليوم لكل من يحط يديهم في دين بعض سواء تعلق الامر بمسؤول ولا مواطن ولا صحفي ولا رجل قانون باش هذا وحد الحالة التسيب اللي تعيشها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قاعد الفضاء يتحول شيئا فشيئا من فضاء للتواصل وتبادل الراي والنقاش البناء الى فضاء للسب والشتم وهتك الاعراض ونشر الاخبار الزائفه وادخال البلبله في الراي العام وشويه برك وباش يبدا يقلب في نظام الحكم في البلاد اليوم ولا فيسبوك نقبه بعد ان كان نعمه وبرشا ناس متخبيه وراء الفو بروفيل وراء صفحات المرتزقه بدات تهيئ لذلك من خلال استهداف مش رموز الدوله فحسب بل مؤسساتها وعبادها لكن ما يلزمناش نغطيو عين الشمس بالغربات ونقولوا اللي يحكموا واللي في المعارضه ملايكه لان فيهم اللي عاجبتهم اللعبه وداخلين في العجه بطريقه او باخرى على هذاك نتمنى اللي يسارع الوطنيين من اللي توجهت لهم بالشكر في المقدمه بتاع المقاله هذه بالتحرك على اكثر من مستوى ردعي ووقائي وتشريعي باش هذا حد لهالظاهره هذه وهكاك اللي يحب على عركه ما يعملهاش بالوكاله. واضح. لفت نظر. لفت النظر اليوم للي يحكيوا على برنامج وطني لاعاده اصلاح الطرقات البديله ويهدروا في المال العام بلا رقيب. اليوم البرنامج هذا سيب الطرقات المتهريه في الاحياء الكبيره والصغيره وفي المعتديات والشرق وشد الطرق الرئيسية في العاصمة اللي هي صحة صحيحة ما بيها حتى شيء بدأ ينجر فيها ثم يخليها هكاك إشماتة في الناس الكل حتى يرضى بعد أسابيع ويعاود يكيسها الناس هذوما واللي هم وسط الحكومة وتحت شرافة قاعدين يبذلوا في المال العام ويقلبوا في الرأي العام على الحكومة ولا من حسيب ولا من رقيب على هذاك نقولوا للحكومة كانت تحبوا تحاربوا الفساد أبدأوا محاسبة هؤلاء الأشخاص وما تعملوش كما يقول المثل الشعبي عين رات وعين مرات شكرا لك حافظ يعطيك الصحة على شكر لفت نظر بعد شوية نستقبل السيدة كاتب الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة السيدة اليونيسي باش نحكيو على حملة مهمة برشا حملة النجم اللي انطلقت في مختلف ولا في كثير من ولايات الجمهورية سيدي بوزيد القاصرين المهدية باش نحكيو على المبادرة الخاصة ودور المبادرة الخاصة في الحد من نسب البطالة 620000 بطال في تونس ينظر الشباب توا ولا مهتم بالمبادرة الخاصة والا لا قبل هذا بالطبيعه نشوفوا ريبورتاج على مواطن صحفي في نفس الاطار مش بعيده برشا راهو هوني او في المنار مش بعيده برشا على وزاره الخارجيه وعلى التلفزه كيفاش الناس ترمي في الحصاله كيف مجاجات بالطبيعه بلا رقيب ولا حسيب مواطن صحفي وراجعين نستقبلوا السيده كاتب الدوله السيده اليونيسي
انت زادا كان تحب تشارك معنا في فقره مواطن صحفي من برنامج 75 دقيقه وتوصل صوتك مع اللي كان تصور فيديو ابداها باسمك اسم البرنامج وتعطينا رايك في اللي صاير والا تصور لنا مشكله تحب توصلها تهمك ولا تهم منطقتك وتبعث لنا الفيديو على الفايبر ولا الواتساب على الرقم 95 018 814 ولا على صفحة الفيسبوك 75 مينوت. مرحبا بكم من جديد في 75 دقيقة. أهلا بك سيدة سيدة نويسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة. أهلا بك وشكرا على قبول الدعوة. بالطبيعة هي حملة مهمة جدا ولكن باش نركزوا أكثر على المبادرة من التكوين المهني لأن المبادرة الخاصة مهمة نظريا ولكن على أرض الواقع نلقاو أن الشباب وإلا لي جون ماهمش ربما ومش مهتمين بها ربما لأنه فما برشا مشاكل وبرشا عراقيل تعترضهم في حديثنا عن المبادرة الخاصة. معلش إذا كان احنا عندنا تقرير خاص فيها طارق المبادرة الخاصة خلينا نشوفوا التقرير نشوفوا التقرير مع طارق الخضراوي شنو قعدنا حول المبادرة الخاصة ثم نعود للحديث. طيب هذه بعض الصور للتحركات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل على امتداد 6 سنين. تغيرت الحكومات والأسماء وبقات نفس المطالب والشعارات. حالة يأس كبيرة وإحساس بالظلم والقهر يتفاقم يوم بعد يوم بالنسبة للمعطلين عن العمل خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا. مجهود سنوات من الدراسة والتعب يمشي خسارة وسنوات البطالة متواصلة. الحكومات المتعاقبة ووزارة التشغيل تقف عاجزة أمام 628 ألف عاطل عن العمل منهم 270 ألف من أصحاب الشهائد العليا. وزارة التشغيل أحثت كتابة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة من أجل الحد من تفاقم البطالة ووضع استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة. قطاع المبادرة الخاصة اللي يعاني من برشا صعوبات على مستوى المساندة والمرافقة والتمويل وهو اللي يستدعي ضرورة ترسيخ الثقافة هذه وتيسير الإجراءات الإدارية. بعث المشاريع الخاصة يبدو أنه هو الحل في ظل غياب الانتدابات في القطاع العام والصعوبات اللي يعاني منها القطاع الخاص. سياسة وزارة التشغيل تتجه نحو دعم المبادرة الخاصة وبدأت من ولايات المهدية وتطاويل من خلال حملة النجم لتحفيز الراغبين في بعث مشاريع على الاستثمار لحسابهم الخاص. حملة النجم شملت زادة سيدي بوزيد القصرين منوبة وبنزرت. السياسة الإصلاحية باش تشمل زادة التكوين المهني وعندنا في تونس 5914 مركز تكوين مهني عمومي وخاص. التكوين المهني اللي يشكو من التأقلم مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة وغياب استراتيجية وسياسة موحدة للإعلام والتوجيه المهني وغياب المعلومة حول المهن المتاحة. نقائص خلات كتابة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة تبعث برنامج للإصلاح بقيمة جملية تقدر بحوالي 500 مليون دينار. في نفس الوقت احنا عندنا معناتها برامج جديدة. اليوم الشاب اللي يمشي في صنعة او في معناتها اختصاص معين في التكوين المهني مش فقط معناتها اختصاص تقني بحت بل بالعكس احنا نأهلوه اليوم باللي كومبيتونس اللي حاجته بهم سواء في اللغات سواء في جيستون بروجي سواء معناتها في كيفاش واحد يتحصل على تمويل. مجهودات ومحاولات لكن التساؤلات لا زالت قائمة. وقتاش باش يبدأ تنفيذ الإصلاحات وكيفاش باش تكون نجاعتها في مقاومة البطالة المتفشية؟ شكرا لزميلنا طارق الخضراوي على هذا التقرير. نرجع لك سيدة لونيسي. هل أنا سؤال طرحته في أول الحصة هل ممكن فعلا المبادرة الخاصة تكون هي الحل للنسبة الكبيرة من البطالة في تونس؟ احنا اليوم نعتقدوا انه هي الحل. معناتها احنا في بلاد اللي فيها واقع لازمنا زاده نعترفوا به
الوظيفة العمومية والدولة ما عادش ينجموا وحدهم يلعبوا الدور هذايا نتاع معناتها امتصاص البطالة أو اليوم الانتيغراسيون نتاع الشباب اللي هما خارجي التعليم العالي في وسط الإدارة التونسية وفي المؤسسات العمومية. وفي نفس الوقت احنا عندنا قطاع خاص في تونس اللي هو مازال قطاع معناتها مهمشة شوية نجموا نقولوا معناتها القطاع الخاص، ورغم معناتها البرامج نتاع الحكومة كما عقد الكرامة اللي هو كان زاد كيف كيف انوتي للقطاع الخاص، لقينا اللي احنا في حاجة اليوم انه نلقاو في تونس جيل جديد من الباعثين، انه يكون فما اليوم بالحق نمط جديد نجم نقولوا ثقافة جديدة، انه الشاب اليوم التونسي اللي هو معناتها يكمل في دراسته او كيف كيف تحصل على شهادة من التكوين المهني او ما عندوش اختصاص معين اما قادر انه معناتها يكون عنده صنعة في ديه يلقى الآليات باش يبعث المشروع نتاعه. واحنا نحكيه زادة كيف كيف على اقتصاد اجتماعي واقتصاد تضامني اللي هو اون ايكونومي دو بروكسيميتي الى حد الان جايين الايكونومي دو سوليداريتي جايين هذه الفكره الجديده. لكن خلينا نكونوا معناها كما قال الاخر واقعيين اكثر. الشاب توا اللي متخرج كيف تقول له خدمه فيكس يقول لك نجي، تقول له مشروع مبادره هاو الفكره المبادره هنا هو يهرب من هنا. علاش؟ لانه فما برشا مشاكل، فما مشكل تمويل، فما مشكل الفكره، فما مشكلة مناخ العمل نفسه اللي احنا واخرنا ديناموه في الترتيب من 65 إلى 88 في ترتيب مناخ العمل بما فيهم البيروكراسي والتعطيلات الإدارية و و و فما مشكلة ثقافة المبادرة نفسها اللي الحقيقة ترسخت في أذهاننا نظريا أنه روح المبادرة لازم تكون موجودة، لكن على أرض الواقع حد ما يحبها ما كانش كيلكوزان اللي فعلا تلقى عنده أن دون هو نفسه من اللي تولد يحب يكون حر نفسه يحب يبعث مشروع. اليوم شو عملتوا كتابة الدولة باش ترغب فعلا الشباب في المبادرة الخاصة وفي إحداث مشاريع إذا كان فعلا هو الحل الوحيد؟ احنا انطلقنا من نفس الواقع ومن نفس التشخيص، معناتها لقينا اللي ثقافة المبادرة غايبة، دونك فما اليوم عملية تحسيس لازمها تصير زادة كيف كيف في تونس. هكا علاش احنا نمشي وتقريب العام هذا الكل 24 ولاية زرناها كوزارة وككتاب الدولة باش نمشيو نحكيو بصفة مباشرة اليوم مع الشباب باش يعرفوا هما شنو الآليات والخدمات اللي موجودة. خاطر ممكن زادة في تونس المشكلة اللي عندنا اللي الآليات والاعتمادات والبرامج والإمكانيات معناتها تقعد تقريب تموت في البيروات نتاع الاداره وما تخرجش للراي العام والاجراءات الناس ما تبداش في بالها. علاش احنا خدمنا اولا على ثقافه المبادره وانشاء ثقافه المبادره هذه، وهذا مش كان دورنا احنا كوزاره، زاد كيف كيف دور وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي اللي هما شركاء معنا في الاستراتيجيه نتاعنا. نعاود نذكر الاستراتيجيه الوطنيه هذه راهي استراتيجيه حكومه كامله، ما هيش فقط استراتيجيه كتابه الدوله او استراتيجيه وزاره التكوين المهني والتشغيل. وقال لي مره اخرى فما نفاذ للمعلومه اللي هي المرحله الاولى لازمها تصير. نفاذ للمعلومه هذه اليوم في عصرنا احنا في عصر الشباب معناتها المعلومه هي على الانترنت. احنا رانا عدينا 6 اشهر اون مي اون بلاس منصه اعلاميه اللي هي اسمها كومون انتربروندر.ان باش اليوم الشاب التونسي ما يقعدش يضيع في وقته ما بين الادارات وهو من معناتها من سيت ولا من موقع الموقع هو يلوش واكثر من كذلك. معناتها من الزوار لها هذه احنا عملنا معناتها الحمله هذه اللي سميناها النجم. هي حمله بديناها على الفيسبوك ونا 153000 اديرون معناتها للباج هذه. واحنا مشينا اكثر شويه اليوم قلنا دورنا لا حاجتي بالمنصه خاطر المنصه سليم مشيفخ معناتها احنا اليوم المنصه هذه اللي هي قد عندك من زائر يجيها قد عندك من زائر يجي 153000 لا 153000 ماشيش مشكله ما عندوش هذوما هذاك 153000 عندك جيم في الباج فيسبوك. انا نحكي لك على الزيارات للمنصه قداش من واحد يدخل الكونسول يسال ويجاوب يبحث في المعطيات هذيك ويجاوب. انا اعطينا بالضبط اعطينا العدد نتاع نحب نعرفوا ما 620000 ايش وصلتوا احنا اليوم مولنا بطريقه مباشره قداش مسيتوا من شخص في هذا نجم نعطيك المعطيات هذيا. احنا السنه معناتها في 2017 مولنا 8900 مشروع مع الحمله هذه احنا بديناها في نفس الوقت ما حتى عمليه التقييم نتاعنا احنا اليوم نعتبره اللي ال 8900 المشروع اللي تمولوا بصفه مباشره معناتها بالاعتمادات نتاعنا وعبر البي تي اس اللي هو الشريك الاساسي نتاعنا واللي هو اليوم زاد كيف كيف معناتها يساعد فينا في سمح لي كيف نجم نفرقوا معناتها وكان نجم نقول
كان نجم جوست نكمل هذايا اللي هو وصل الى لا كرياسيون تاع 14000 مواطن شهر، والمعطيات هذيا باغيوغ موجوده، معناتنا احنا فخورين بها، خاطر نعتبروا اليوم اللي فقط بوجود المعلومه هذيا، بتسهيل المعلومه، بوجود منظومه نتاع مرافقه اليوم تاع الشباب، معناتها انه الشاب اليوم اللي يدخل في فضاء مبادره اللي هما كيف كيف فضاءات تابعين مكاتب التشغيل، واحنا دايور معناتها ملي بدينا في 2016 افتتحنا فضاءات مبادره جدد على خاطر نعتبروا زاده كيف كيف يلزم يكون فما معناتها الفضاءات هذه دان بوينت فيو فيزيك باش الشاب التونسي ينجم يمشي يلقى شغل. قبل ما نجيو الفضاءات المبادره، خاطر هذه موضوع اخر، الفضاءات المبادره مهم. سؤال حافظ، معناتها انتم حمله النجم قداش من واحد انخرط فيها الحمل؟ هنا قلت لك معناتها مره اخرى احنا عملنا 50000 جيم على في الباج فيسبوك اللي هي معناها نجم جوست كان بالنسبه لنا احنا بور لو با كاريكاتوري. لا لا بور لو با كاريكاتوري سي حافظ، احنا على معناتها المنصه هذه زاد هي اللي خلتنا معناتها يكون في كل مرحله مشينا لها احنا في الجهات سته جهات اللي بدينا بهم العام اللي فات والجهات اللي باش نمشي لهم زاد السنه بالمرحله الثانيه نتاع حمله النجم، معناتها كل مره احنا لي زيزات اللي نمشي لهم نلعب دي زونفي نتاع 500 بيرسون نمولوا ومولنا احنا معناتها في الحمله هذه مولنا قداش معدل راس المال قداش تحطوا له؟ ما بين 10000 دينار الى 150000 دينار، هذوما زاد كيف كيف معناتها باش الناس اللي يسمعونا يعرفوا زاد شنو هما الامكانيات اللي موجوده. اليوم الشاب التونسي اللي حاب يمول المشروع نتاعو ينجم يمول المشروع من 5000 الى 150000. شنو نوعيه المشاريع؟ في القطاعات الكل، في قطاع الفلاحه، في الخدمات، في لي بوتي ميتيي، في الصناعات التقليديه، معناتها في الحقيقه احنا اللي شفناه زاد العام هذايا كله اللي فات، وممكن يعكس شويه كلامك، اللي الشاب التونسي اليوم راهو عنده معناتها قدره نتاع ابتكار وعنده اراده حقيقيه، واحنا شفنا ديزيكزامبل نتاع ناس اليوم في توزر اللي هما باعثين مشاريع ناجحه ومشاريع اللي هما لوكراتيف حتى معناتها فينونسيغمون في مجالات كيما باغ اكزومبل لا ترانسفورماسيون دو ديشي دي دات كيما لو بلاكو بلاتر في تطاوين كيما معناتها قطاع الفلاحه في جندوبه. دونك ما فماش حد للابتكار وما فماش حد كيف كيف امكانيات التمويل اللي موجوده اليوم على مستوى عمومي. ثم مساله مهمه جدا وانا راها بريمورديال في باش نجموا تمسوا اكثر ما يمكن من العاطلين على العمل، وهو انه تسعوا باش تلموا اكثر ما يمكن من الشبان في مؤسسه واحده. للاسف الشديد الثقافه هذه مش موجوده في تونس، مفقوده. معناها في مشروع واحد ما تحبش تخدم في مشروع واحد، حافظ تقصد في مشروع واحد، وهذاك كي يخدموا الكل في مشروع واحد تم معناها مؤشرات النجاح تكون مرتفعه اكثر بكثير من يدخل واحد وحده المغامره. هذه واحده. اثنين، ثم مساله الدوله اللي هي فينالمون كيقولوا الدوله هي الحكومه اللي هما انتوما وانت طرف منها. الدوله بعد موجه الانتدابات تولت جاتنا موجه معناها التسريح، فهمتي؟ والحكومه دائما في حاجه الى معناها مناوله بين ظفري، ولو ان اتحاد الشغل ما يحبش كلمه المناوله، لكن احنا في حاجه لها في عديد القطاعات. علاش ما تفكروش في اطار شراكه بين الدوله وبين الشبان هذوما لي معناها تخريج الخدمه جمله العديد من الخدمات اللي تقوم بها الدوله تعطيوها لهم هما باش يخدموها لكم. نعطيك مثال بسيط كانت تجارب ناجحه. ناخذ مثل المحاكم القضاء. في المحكمه كان ثم اشكال نتاع رقن الاحكام. فجد مده خرجوا عطاو المؤسسات خاصه دي جون يخدموا يعملوا عمليه الرقن. اولا سرعوا الخدمات، وثانيا معناها قلصوا الاجيال هذيك ومشاو الخدمه مليح. أنا التجارب كيما هذه لازمها تتعمم على كل الوزارات وكل الأطراف، لأنه في حاجة أولا بالنسبة للشاب هذاك يعرف ثم ديمومة نتاع الشغل أنا موجود على طول ما تقفش، وثانيا معناها ثم معناها عملية امتصاص ليه وتخفيف العبء على الدولة، ورابعا معناها باش نخلقوا احنا ديما نقولوا فرص جديده للناس على الاقل اللي يسبقوا يتشجعوا باش اللاحقين ينجموا يطوروا. انتم علاش ما تحبوش تخدموا على النقاط هذه؟ هو اللي تجاوب في الوقت هو راهو انت معناتها لخصت نوعا ما الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها اليوم. انا جست نحب نذكر اولا النقطه الاولى اللي قلتها هو راهو اليوم القانون التونسي ما يسمحش
للشباب انهم يعملوا المشاريع المشتركه هذه. علاش احنا اليوم قاعدين نخدموا على اطار قانوني جديد اللي هو اطار القانون للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوغ افواغ معناتها بالحق اللي تو تعدى على المجلس ان شاء الله معناتها هو باش يتعدى هو على مجلس احنا في بالي كان على المجلس الوزاري كانت الاستراتيجيه الوطنيه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ممكن تنجح الفكره نتاع الاقتصاد التضامني الاجتماعي هي مش ممكن تنجح هي موجوده معناتها في الواقع التونسي هي موجوده ودايور حتى معناتها دو فاسون انسيسترال سافي بارتي دو نو براتيك ايكونوميك في تونس احنا فقط اليوم يلزم نشرعوا يعطيك صحه لي براتيك هذوما وما نجرموش احنا اليوم عمليات كما مثلا جبنا عمناول ولا العمليات هذوما نتاع لي غروبمون اغريكول اللي نشوفوا فيهم في الجهات هذه من ناحيه دونك ان شاء الله القانون الرزنامه نتاعنا انه القانون هذايا ان شاء الله يتصب في مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2017 هذه من ناحيه اخرى والنقطه الثانيه اللي قلتها احنا بدينا في 2016 برنامج جديد سميناه جيل جديد من الباعثين مع وزاره التجهيز ومن بعد مشينا مع وزاره البيئه انا توا قبل ما ندخل معناتها كنت في التليفون مع الدي جي ام تاع البي تي اس خاطر اون تران دو سيليكسيوني لي بروجي وبعد ذلك باش نمشيو زاده كيف كيف مع وزاره التكنولوجيا شنو هو الفلسفه نتاع البرنامج هذايا توت افي الكلام اللي انت توا كنت تقول فيه سي حافظ معناتها اليوم الدوله سي لو بروميي كونسوماتور معناتها نتاع لي برودوي تاع الشباب اللي هما يبعثوا في المشاريع نتاعهم مع وزاره التجهيز اون ا كري اون سنتين دو بيتيت انتربريز معناتها في اطار المناوله وفي كل ما يخص اليوم صيانه الطرقات مع وزاره البيئه مشينا دو تو سكي تريتمون دو ديشي و تو سكي معناتها اوتور دو ليكونومي فيرت ومع وزاره التكنولوجيا باش نمشيو في مجال لا ميزور دو لا كاليتي دو ريزو وما عندناش حد مره اخرى معناتها احنا قلنا الوزارات كما مثلا وزاره الشؤون الثقافيه اللي نجموا مع بعض حتى الاعتمادات هذه موجوده لكن انت اليوم كي تغزر في ميزانيه الدوله وتشوف اللي لو تيتر 2 معناتها نتاع التنميه ما يتصرفش والوزارات اللي سون دو مال باش يصرفوا الفلوس هذيا على خاطر ما فماش دي بريستاتير ما فماش شباب اللي اليوم انت تنجم تعطيهم من غارانتي نتاع مرشي 3 لـ 6 سنين لو طون هو يلقى روحه يعمل ان بورتفوي دو كليون ويولي يجنح هو وحده وانت كدوله لعبت دورك وتحملت مسؤوليه هذه نقطه مهمه اذا كان فعلا موجود على ارض الواقع تشجع الوجود انهم يعملوا مشاريع احنا بون للاسف ساعات ممكن معناتها قدرتنا مش قدرتكم على خاطر شوف لا تنقول لك علاش لانه عندنا لا تقول لك علاش لانه عندنا عقليه انه يقول لك تو انا مازلت جون جديد ما عنديش اونتربريز جمله باش نوصل ناخذ مناوله نتاع وزاره التجهيز ولا وزاره الثقافه يا راجل الحكايه بالمعارف وبالكتافات وشوف توصل شوف لا الى جانب هذا راه مطروح وموجود لكن الجانب هذا للاسف الشديد في تونس ما عندناش استمراريه احنا توا هنا نشوفوا الحكومه هذه في 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 انتم في عام واحد عندكم زوز وزراء نتاع التكوين عام ونص شنو عام ونص بديتوا في سبتمبر معناها تو سبتمبر انا كتبت اي معناها تو عملتوا زوز وزراء نتاع التكوين اكيد بالدوله واحده كتب كتب الدوله واحده كتب الدوله فهمتي وغيرها من الوزاره ما ثماش الاستمراريه باش يخلي واحد ياخذ نفس وكل وزير يجي يجيب مشاريع جديده ويجيب حكايات جديده وتلقى برشا مشاريع تو بصراحه المواطن التونسي العادي مخه يتخلبص ما عادش فاهم راسه من ساكين المشاريع اللي كثرت الى درجه انه في نفس الوقت بلاي تتم كلامك خاطر سؤال مهم برشا نقطه مفصليه معناها من جهه اللي يسمعوا فينا باش نبسطوا اكثر من جهه نقولوا اللي معناها هالكريز ايكونوميك والكونجونكتور ايكونوميك صعيب برشا على رجال الاعمال وعلى المؤسسات من جهه اخرى نحفزوا لي جون اللي ما عندهمش جناحات باش يعملوا دي بتيت انتربريز شنو الضمان اللي باش يبدا موجود في ظل هالبارادوكس في الكلام معناها من الكبارات والشركات الكبيره نقولوا كونجونكتور صعيبه والظاهر نقولوا اصلا يجي يعمل مشروع راك تنجح احنا عندك الحق احنا نحكيو راهو اون ايشيل معينه دو ليكونومي اللي هي لا بتيت لا ميكرو انتربريز معناتها المؤسسات الصغرى والمؤسسات الصغرى جدا اللي حاجتنا بهم في جهاتنا احنا اليوم كي نعملوا معناتها برامج تحفيزيه في الجهات ما فما حد على خاطر اليوم رجال الاعمال معناتها العمليات الاستثماريه الكبيره برشا ما تمشيش للجهات احنا اليوم نستحقوا معناتها لو تيسيو ايكونوميك هذاك انه يكون موجود اللي احنا وانا هذه قناعتي الشخصيه اليوم اللي باش يكون عنده قدره انه يمص البطاله هذيك اللي موجوده في الجهات هما في الحقيقه معناتها او هو التمشي هذايا نتاع لك وانتم لقيتوا انه الشباب مقتنع بها فكره النزوح للعاصمه وانه يعمل مشروع هوني في تونس الكبرى لقيتهم متنازلين عليها ولا فما امكانيه تمشيت القصيرين مشيتوا سيدي وزيد مشينا التطاوين معناتها ولا انا اليوم ننصح الناس الكل اللي يحبوا يعرفوا بالحق تونس واللي يحبوا يعرفوا اليوم
ليتا ديسبري نتاع الشباب في تونس معناتها اودولا من الرؤيه هذه اللي عندنا احنا انهم هما يحبوا يخدموا مسمار في حيط واللي معناتها يلوجوا على الخدمه السهله. صحيح اليوم الشباب قاعدين يلوجوا على الضمان وصحيح معناتها الشاب التونسي يحب نوعا ما سنتيمون دو سيكوريتي وهذا حتى واحد ما نجم يلوم عليه. اما في نفس الوقت قاعدين نشوفوا في حاجات مزيانه برشا قاعده تتعمل واحنا كدوله لازمنا وهذا هو الخدمه اللي قاعدين نعملوا فيها هذه هي الخدمه اللي قاعدين نعملوا فيها انه سهلوا في الاجراءات الاداريه ان اليوم شاب معناتها القوه اللي عنده ما يمشيش يضيعها في شيء حريقه معناتها ما بين الادارات ولو تريبينال دو بروميير انستانس ولو جورت والسي ان اس اس والامور هذيك الكل اما قوته يحطها معناتها في الابتكار في كيفاش يديفلوب ان برودوي كيفاش يلقى كليونات جدد. فبالحق فما نوع من كونترا سوسيال جديد لازم يكون موجود ما بين الدوله والشباب اللي هو باش يكون احنا نعتبره عبر تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه. طيب الاستراتيجيه هذه سؤال اخير متواصله حتى الوقت سيختو حمله النجم. احنا اعتبرنا ان الاستراتيجيه هذه هي تابعه زاد كيف كيف دوتر ديزون زليمون تاع اللي هما اليوم يقودوا في عمل الدوله التونسيه الحكومات والاداره منهم المخطط الخماسي. هكا علاش احنا الاستراتيجيه هذه عملناها هي بدات في 2016 وان شاء الله الانتهاء نتاعها يكون في 2020 وعمليه التقييم تصير بالطريقه هذه باستمراريه الدوله وهذه معناتها نقطه هامه برشا قالها سي حافظ. احنا اليوم نعتبروا زاد اللي هو هذا عمل نتاع الاداره احنا كيما نحكيوا على اصلاح الاداره وكيفاش الاداره لازمها تتبدل ويلزمها سومودرنيز هذوما ما بين السياسات العموميه الجديده اللي الفا بيرميتر زاد كيف كيف كيما فما جيل جديد في القطاع الخاص راه فما جيل جديد زاد في الاداره التونسيه اللي هو قادر ويحب زاد كيف كيف يخدم بالطريقه هذه. واضح شكرا لك. كتب الدوله بلا سؤال اخير تقريبا قداش معناها مبرمجين باش تنتدبوا بابا بليتو باش توظفوا في الحمله نتاع النجم هذه من هنا قلت الى 2020 هكا البرنامج على الاقل اعطينا توا فكونا جوانا مش توظفوا يعملوا مشاريع مش وظيفه 2018 معناها احنا نعتبروا اللي اليوم فما وهذوما هذا الكلام تاع المختصين راهو فما اليوم لا بوسيبيليتي دو كرياسيون تاع على الاقل 30 الف مشروع صغير وصغير جدا في الجهات في, في في تونس. احنا كي نشوفوا اللي تقريبا 10000 المشروع اليوم يشغل حول 14000 بالضبط ما بين معناتها 14 و15000 مواطن شغل. دونك نعتبروا اللي بالحق بالطريقه هذه ومره اخرى هذا سي با ان بروغرام ديسكريميناتوار معناتها سواء انت عندك شهاده من التعليم العالي او من التكوين المهني اذا اذا دخل قانون التضامن يا حيز التنفيذ معناها كيفاش تتصور قانون الاقتصاد التضامن يا حيز التنفيذ تتصوروا ثم شكون ثم قفزه نوعيه ولا هما اليوم كيف كيف معناتها الدراسات هي تثبت اللي اليوم احنا اون بو غاني رانا 3 بوان دو كروسونس بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن. يلزمنا سوق على خاطر زاده في نفس الوقت سوق راهو مش الفائده باش تخلق مواطن الشغل هو يعطيك صحه يلزمنا سوق وجوست فقط نحب نكمل بالكلمه هذه راهو فما قطاع غير منظم نشط برشا في تونس اللي هو با فورسيمون قطاع معناتها تاع ناس مجرم يخدموا قطاع غير منظم اقتصادي الناس تخدم في الجهات والناس تخدم معناتها في ليكونومي دو بروكسيميتي. دورنا احنا كدولة ولا زاد كيف كيف كيفاش نرافقوا الناس هذوما في المنظومه دخلهم تحت المظلة المنظمه في المنظومه الاقتصاديه هذا هو واضح. وبالطريقه هذه متاكدين زاد ان الارقام واضح, واضح. شكرا لك سيده لونيسي كتبت الدوله للتكوين المهني والمبادره الخاصه ان شاء الله تو نتبعوها سيرتو الاقتصاد الاجتماعي التضامني لانها نقطه مهمه برشا نعاودوا نحكيوا عليها في اكثر من حلقه. بعد شويه نستقبلوا السيد نوردي بنتيشا مستشار اول لرئيس الجمهوريه باش نحكيوا على برشا نقاط هامه منها بالطبيعه الاشاعه اللي خرجت على وفاه رئيس الجمهورية اللي هي مجرد إشاعة على النت وإلا هناك جهة وراء هذه الإشاعة الهدف منها هو بث الفوضى والبلبلة في البلاد. باش نحكي أيضا عن انسحاب الجمهوري من وثيقة كرتاج رأي رئاسة الجمهورية في ذلك على خلفية هذا الانسحاب بالطبيعة أيضا الجبهة البرلمانية التقدمية وعودة الاتحاد الوطني الحر لوثيقة كرتاج ومواضيع أخرى مع السيد نور الدين بنتيشة المستشار الأول لرئيس الجمهورية. نخليكم مع هذا الروبورتاج اللي أمنهن زميلتنا صفية جمازي ونعود للحديث. نهار الجمعة في الليل الفيسبوك الكل يتداول في خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. الخبر اللي تنسب القناة فرانس 24 أثار ضجة كبيرة. سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئيس الجمهورية انفت الإشاعة هذه في تصريح تلفزي وقالت هو بألف خير معناها
صح ولاباس، نشاطه متواصل. امس كان عنده نشاط كامل اليوم، وتعرفوا شفتوا على الصفحة آخر حاجة عملناها أمس العشية استقبال الوفد الأمريكي اللي من بعد مشاو للحكومة، لبس عليه الحمد لله. الحمد لله يا ربي. رئيس الجمهورية مش شخص عادي، وهذا سبق وقلناه ووضحناه، الموت حق على الناس كل هذا ما نناقشوهوش، لكن بس الإشاعات في علاقة برئيس الجمهورية ورئيس الدولة التونسية بشكل مسترسل يبدو واضحا ان العمليه ممنهجه، ان وراءها غايه معينه من بث الفوضى داخل البلاد واستهداف استقرارها الداخلي والخارجي. فرانس 24 اكدت بدورها على انه باش يتم التتبع القانوني لكل من روج للاشاعه هذه حسب توفيق مجيد الصحفي بالقناه. الإشاعة هذه جات في وقت تعيش فيه تونس على وقع حراك سياسي هام، اجتماع ثلاثي بين النهضة النداء والاتحاد الوطني الحر بمقتضاه يرجع هذا الأخير لوثيقة قرطاج. وسليم الرياحي يقابل الباجي قايد السبسي وينقدم له بعض التعديلات لوثيقة قرطاج، خاصة فيما يتعلق بالمضامين الاقتصادية. عودة الاتحاد الوطني الحر لوثيقة قرطاج يطرح أكثر من تساؤل حول الدور اللي باش يلعبوا في الفترة المقبلة، خاصة أنه حزب أفاق تونس تحول من حزب مشارك في الحكم إلى حزب مؤسس للجبهة التقدمية معارضة في مجلس النواب، وكذلك إعلان الحزب الجمهوري عن انسحابه من الحكومة ومن وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية التقى كذلك بيوسف الشاهد، اللقاء يجي في ظل الحديث عن وجود ضغوطات حول موضوع محاربة الفساد، وفما شكون يطالب انه الحرب هذه لازمها تكون باكثر عدل. حراك سياسي يجي في وقت تم فيه انتخاب الرئيس الجديد للهيئه العليا المستقله للانتخابات، في وقت اللي الاستحقاق الانتخابي البلدي مازال له حوالي 4 شهور. اذا هي تساؤلات بالجمله حول دور الرئاسه في الفتره المقبله، شنو باش يكون دورها في محاربه الفساد، وهل باش يتواصل الدعم للحكومه خاصه في ظل التغيرات السياسيه الحاصله. مرحبا بك سيد نور الدين بنتيشة مستشار رئيس الجمهورية. مرحبا بك. شكرا على قبول الدعوة. مرحبا. بالله توضيح بسيط، لأنه ورد في التقرير على لسان زميلتي صفية جمازي اللي الجمهوري خرج من وثيقة قرطاج. لا، الحزب الجمهوري خرج من الحكومة على إثر انسحاب إياد الدهماني من الحزب الجمهوري. خلينا نبداو بالموضوع الحدث اللي هو في الويكاند هذايا، معناها إشاعة خرجت على وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ولكن أنتم معناها سرعان ما كان ردة فعلكم قوية جدا، برغم اللي فما برشا يقولوا علاش المره هذه رده الفعل كانت غير عاديه، واحنا تعودنا على الفضاء الافتراضي بكثير من الاشاعات، مش المره الاولى اللي تخرج اشاعات، فعلاش انتم المره هذه معناها رده الفعل ما كانتش عاديه؟ اولا شكرا شاكر على الدعوه هذه، ومرحبا بك انت كذلك وكل المشاهدات ومشاهدي التلفزه الوطنيه. كنت نتمنى نكون اليوم معاكم ضيف باش نتحدثوا على التوجهات المستقبلية للدولة التونسية، على اهتمامات نتاع المواطن التونسي، طرق الخروج من غلاء المعيشة والتهاب الأسعار، شنية نجاوب هو نعطي في رأي في علاقة بمواقف شخصيات سياسية وأحزاب في علاقة برؤاهم لتونس، ولكن كما مالوريزمون نلقاو أنفسنا نجاوب اليوم وناخذ في مواقف في علاقة بإشاعات سخيفة اللي لليوم لحد اللحظة هذه ما نعرفوش شكون اللي حرك فيها من خلف الستار، وشنية الهدف متاعه. وانت تسأل تقول علاش المرة هذه كانت بالحدة وبالقوة هذه، لأنه احنا استمعنا الرأي العديد من الناس الأشهر السابقة اتسترا، وكنا حليمين بالناس اللي ما عندها ما تعمل قاعده وراء اورديناتور وتسب في شاكر وتسب في حافظ وتسب في صالح وتسب في علي بدون حسيب او رقيب. احنا اليوم نعيش منذ 7 سنوات في وضع نتاع حريات ووضع ديمقراطي اللي من المفترض شو يكون فيه المعلومه حره وامكانيه الوصول لها مفتوحه للاعلاميين وللصحفيين ولوسائل الإعلام، وبالتالي يصبح الأصل في الأشياء هي المعلومة وتنقص الإشاعة، ومجال وجودها يضيق على عكس الأنظمة المغلقة والمسكرة اللي ما فماش حريات ما فماش مصدر للمعلومة، وبالتالي تكثر الإشاعات ويتفهم أنه الناس تصدق لأنه ما عندهاش مصادر متاع معلومة، ويصبح ثقافة قالوا وهو سمعت
وكتبوها ما نعرفش وين وشكون كتبها ما نعرفش شكون، تصبح هي المصدر. انه اليوم لمده 6 أو 7 أسابيع الاخرانيه تصبح عمليه ممنهجه، هاو الرئيس مريض، هاو هزوها على جناح السرعه الدراوين، هاو كذا هاو كذا. شون اولا رئيس الدوله يلزمنا نفهموا انه المساله ماهيش شخصيه، ما تخصش شخص الباجي قايد السبسي، هي تخص رئيس الدوله وبالتالي ضامن لوحدتها ومثلها امام الدول وكذلك المسؤول على المواطن وعلى الشعب التونسي، مسؤول على وحدة التراب. هذه مسؤولياته بحكم وظيفته اللي محددها له الدستور. والناس اللي تخرج في إشاعات كما هكا في الحقيقة تقديرنا السياسي أنهم ناس يبحثوا على بث الفوضى والبلبلة ومعناه إدخال الشكوك والتشكيك في سير مؤسسات الدولة، في السير العادي لمؤسسات الدولة، وعندها دي ريبيركسيون على جميع سي نور الدين يعني مطرش على جميع صراحة. جوست نكمل الفكرة لا خاطر الفكرة طولت برشا والوقت ضيق. مطرش اللي يمشي سامحني درء لكل المشاكل بارك فيك لحظة واحدة مطرش درء لكل المشاكل أنا نتجاوزوا هذايا سامحني لحظة واحدة أنا نتجاوزوا لا مش قص عليك خاطر مش تعاود تشتكي 10 مرات مش معقول مطرش أنا نتجاوزوا هذايا كله ونقدموا تقرير عن صحة الرئيس. هذه مسائل ماهيش هي الموضوع نتاع العملية سي حافظ، ولكن ظهر لي فما ناس لو كان هي تمشي تستحفظ وتشوف تتفقد صحة مخاخة كان أحسن، لأنه لإدارة الشأن العام ظهر لي ناس يلزم تكون روسة محطوطة لأنا سدك شوية ماني جاوبتك انت روى بقوسين راك انت كنت اول من طالب تقرير صحه الرئيس وقت الانتخابات الرئاسيه. لا مش صحيح. لا كيفاش مش صحيح؟ في كونفيرونس دو بريس وخرجت وطالبت به. مش صحيح. وقت كنت مع سي كمال نابلي. لا اذا معناها احنا نتجاوزوا. خليني نجاوبك. اولا مش معقول عليك. مش معقول خليه يجاوب. اولا مش معقول عليك انه صحفي بعد التجربه هذه الكل تلقى نفسك تقول في اقاويل. هذه الاولى. وي للاسف الشديد. للاسف الشديد واني نراهنك قدام المشاهدين اللي في حياتي ما عملتش ندوه صحفيه هذه لا وانت اتصلت بي شخصيا وقت اللي كنت انت في الحمله الانتخابيه وطلبت مني احنا التوالي مشيت احنا نحكي على توا يا حافظ ما تقولش كلام كثير على خاطر مكانك بلا سمح في ندوه صحفيه وتقال ونقال صارت المطالبه وكنت حاضر الى جانبه ظهر لي في الحقيقه خدت نحكي على توا ما تلسفش نحكي على المسير توا قاعده تدنى وان هذا المشكل شفت مشكله الاشاعات انه يصبح توا سي حافظ الغريبي معناها صحافي تبارك الله عليه ماهوش تجربه صغيره ما بداش اليوم في الاعلام يعني في نجم نقولوا في نهايه يعني التاريخ يعني تحب تتبرر من ماضيك كنت تقول حفظ ليش كنت مع سي كمال نبلي وتو تقطع الموضوع ومشيت دخلت لا هذا تو سامحني الموضوع هذا لا نتجاوز نتجاوز راهو على كيف كنت مش على كيف تفضل كمل احكي يا سيدي كيف تقول اشاعات وكيف تخرج مغالطات مانيش خرج في مغالطات سامحني مانيش خرج في مغالطات خليني خلص ما لقيتش فرصه باش نسال سي شاكر ظهر لي فما ناس في قلوبهم مرض ولكن يلزم يعرفوا انه وقت المشاهد التونسي موش باش يفرغوا فيه الامراض نتاعهم طيب لذا ان نرجوك انه اولا خليني نجاوب على الأراجيف اللي يقول فيهم أولا صحيح أني كنت في حملة سي مصطفى كمال نابلي وانيش بتخلي منها هذه الأولى الثانية ما عمري ما عملت ندوة صحفية الثالثة عملت كنت خلي حافظ يجاوب الاخر تعدى للمن اللي بعد يحافظ يعيشك النقطة خلي يجاوب باش نتعدى الموضوع اللي بعد الندوة الصحفية هذيك بالذات ما كنتش حاضر فيها يا سي حافظ طيب شفت ولا شفت كيفاش ولا ما كنتش حاضر فيها النقطة الثالثة على ما أذكر في ذلك الوقت كانت المطالبة الأساسية لأنه تسيير الدولة ما هوش طالبان سبورتيف يجري ويعمل تور دو بيست تسيير الدولة يطلب الصحة العقلية وهذا كان احنا اللي قلناه طيب السيدة الصحة العقلية مثال احنا قابلينها هذاك اللي قلناه وقتنا واضح نقطتين مهمتين النقطة الأولى أنه ما خرجتش المرة هذه برك الإشاعة افكتيفمون تواترت والتواتر متاعها خلى أنه الناس فهمت انه فما اراده سياسيه لبث التشكيك والبلبله رغم اللي سي شاكر لو كان تشوف يعني يوميا منذ تولي سياده الرئيس المسؤوليه ومقاليد رئاسه الجمهوريه يوميا برسك فما النشاطات
الرسميه لرئيس الجمهوريه يتم تصويرها بالفيديو وفما تصريحات اتسيتيرا. معناها الاصرار على تفنيد الاشاعه وكانه تاكيد لها، في حين انه نشاط الرئيس نشوفه فيه يومين في التلفاز. لا شوف، كان ممكن هذا النشاط الرئيس نشاط الرئاسه يغني تماما على مجرد اصل حتى الرد على مثل هذه الاشاعات. علاش عملت علاش عملت ليميسيون واستدعيت؟ لاني انا اعلام عمومي، ومهم جدا الاعلام العمومي انه يعطي الحقيقه للناس، والحقيقه اللي يمكن ان نعطيها الا من خلال حضورك انت. هو سي شاكر المشكل هذا افكتيفمون انه اليوم يلقوا مسؤولين انفسهم امام معناها واجب درء الاشاعات، لانه وسائل التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وتويتر اصبحت في عديد الاحيان تخرج في اشاعات كبيره حول مسؤولي الدوله، حول رمز الدوله، حول رئيس الجمهوريه. ومعناها رغم اللي فما ما يفند الاشاعه ولكن تلقى التواتر نتاعها. اولا الناس اللي تسمع الاشاعه مش بالضروره يكونوا هما نفسهم اللي يسمعوا التفنيد، ثانيا العباد ما عندهاش الامكانيات باش تتبع، وفي عديد الاحيان نلقاو انفسنا كما قلت لك من الاول كنت نتمنى نحكيو في اشياء اخرى. لا باش نحكيو عنه، باش نستغلوا فرصه وجودك، لانه انت ما تجيش بحذانا ديما، دونك نستغلوا فرصه وجودك باش نحكيو على برشا نقاط اخرى مهمه، ولكن خلينا نسكروا القوس هذا، نعتبروه قوس. انتم تاكد لديكم ان الموضوع مش مجرد اشاعه مثل جميع الاشاعات اللي التي تمرر او تنشر على الفيسبوك، وانما تجاوز ذلك الى عمل سياسي ممنهج الهدف منه هو الإساءة لمؤسسة رئاسة الجمهورية. شوف، هو احنا كيف تتواتر وتكثر وفي لابس دو تان، في حيز زمني معناها قريب البعض ومتواصل، تصبح المسألة مثيرة للريبة وللشك. هذه من ناحية. من ناحية الثانية احنا ما نجموش نستبقوا الأبحاث، لأنه هنا الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية هي اللي تقوم بالأبحاث متاعها وهي اللي تكتشف الحقائق، ولكن احنا نجم في إطار التحليل أو الرؤية السياسية نعتقد أنه المسألة ممنهجة وفما شكون اللي يدفع في اتجاهها وشكون وراها. صحيح عرفت شكون الجهة السياسية اللي وراها مبدئيا؟ ما نجموش كما قلت لك ما نجموش نستبقوا الأمور، نستناو الأبحاث تنتهي وفي لكل حادث حديث وتظهر. ما يمنعش نقولوها بكل صراحة، لم يقع التعاطي بصرامة، وكنت تقول فيها شخصيا، كنت تقول نحن كنا حليمين أكثر من لازم. لم يقع التعاطي بصرامة مع الظاهرة هذه، أنا ديجا كنت نقول فيها قبيلة شوية في افتتاحية جبت الموضوع هذا، وجوتيان بيرسونالمون على انه يلزم مهما كانت التكاليف انا نضع حد للتجاوزات اللي قاعده تصير على الفيسبوك، بغض النظر على شخص رئيس الجمهوريه ولا غير. راهو كما قلت انت، تمس نور الدين بتيشه وتمس حافظ غريبي وتمس شاكر وتمس وزراء وتمس وبعض اطراف في السلطه داخلين في اللعبه، ومتاكد لدينا انهم داخلين في اللعبه ويلعبوا في الالعاب هذه على الفيسبوك، في السلطة وفي المعارضة على الفيسبوك وعلى الباج تاع الفيسبوك قاعدين يخدموا ويضربوا في بعضهم بطرق ملتوية. اهبطوا للميدان، تواجهوا مباشرة، هاو ثم البلاتوات بتاع التلفزة، ثم الصحف، ثم وسائل الإعلام، أما الضرب بالطرق هذه ما يلزموش يتواصل، ولازم تدعوا له حد، وهذه مسؤوليتكم. مش كان احنا احنا مسؤوليتنا، مسؤوليتكم احنا تبادروا، كنا حالمين انكم تبادروا بوضع حد للتجاوزات اللي قاعده تصير، خاصة على مستوى وزارة الداخلية. انت تعرف اللي هي اكثر طرف معني بالمسألة هذه، ونجم يتبع، ونجم يخرج لي زادريسي بي، ونجم كل التجاوزات تصير. هو تم القبض عليه. صحيح، هو راه اليوم ما نحكيش على هذا، نحكي على الكل. تم الاكتشاف يا الناس المعنية. وقت الانسان يلقاو تصير لأول مرة والثاني مرة والثالث مرة، الفكرة واضحة باش نكون مباشرة الوقت، الفكرة واضحة بالضبط. هو يعني انه كان فما تساهل او تغاذي وقلوب اي ناس غالطة وواحد، ولكن الآن يلزم المسألة هذه توقف. كما قلت لك احنا الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية، كان رئيس الدولة يتفاخر ويتباهى، ولا أنا كانت معه أكثر من جلسة يقول أنا عمري ما شكيت. لا ما نشكيوش، والمسألة هو حتى اليوم ما نشفش نشكيو، ماهوش رئيس الدولة، هي مسؤولية الدولة أني تحمي رئيس دولتها يعني وتحمي دولتها. من الجهة اللي مش تسأل الناس دوما قضائيين شكون؟ القضاء النيابة العمومية يثير بالطبيعة يثير من حقها وواجبها. طيب بالله خلينا نستنى وبين ظفرين احنا نتمناو، واحنا عندنا ثقة في قضائنا وفي قضاتنا كما عندنا ثقة في أجهزتنا الأمنية، احنا نتمناو انه كل
من يمس أو يسرب إشاعات تمس رئيس الدولة وتنال من العرض متاعه أو تنال منه هو كرئيس جمهورية أنهم يقوموا بواجباتهم على المستوى الجهوي، وإن شاء الله يكون هذاك الاتجاه العام باش نرجعوا في الوضع كما قلت الديمقراطي، وضع الحريات، المصدر هو المعلومة وليس الإشاعة. واضح. نستغل فرصة وجودك وخلينا نسألك على المشهد السياسي اللي البعض يصفه بالضبابي على خلفية المستجدات اللي صارت في مختلف هذا المشهد، تكوين جبهة برلمانية تقدمية فيها المشروع، فيها آفاق وفيها مستقلين، لقاء ثلاثي اللي سمي بالترويكا دو بين النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر وعودة الاتحاد لوثيقة كرتاج. شنو موقف صار رئيس الجمهورية من الجبهة البرلمانية التقدمية، وماذا قال رئيس الجمهورية عن هذه الجبهة؟ احنا بالنسبه لنا النواب هما احرار في الاكسيون بوليتيك اللي يقوموا بها داخل البرلمان، يتكتلوا في جبهات، يقعدوا كل كتله وحدها، يخرجوا من كتل. معناها احنا رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه على نفس المسافه من كل الاحزاب، واذا عمل البرلماني داخل البرلمان فيه إيجابي لسن القوانين لإسراحها ولأن تكون الفائدة المواطنين، احنا حتى وإن كان فيه أفاق اللي كامل المفروض أنه هو من ضمن الكتل البرلمانية التي تشكل الحزام السياسي لحكومة حتى تشاهد. المشروع تشكل الحزام السياسي لحكومة تشاد، يعني حكومة تشاد هي حكومة منبثقة على وثيقة كرتاج، وثيقة كرتاج فيها 7 أحزاب وثلاثة منظمات كبرى، وبالتالي الأحزاب هذه موجودين مع بعضهم. يبقى أنه اليوم فما زوز أحزاب مع مجموعة من المستقلين يحبوا يتقاربوا، فما 3 أحزاب يحبوا يعملوا نقاشات أولية مع بعضهم أو ينسقوا الواحد، هذه حريتهم، يعني مش مشكلة. وما كانت عديد المرات والأحزاب كانت تلتقي ثنائيين رباعيين ثلاثيين، احنا ما عندناش مشكل في المسألة هذه. بما شوف إذا أحزاب تلتقي وعندها مقترحات ومبادرات، رئيس الجمهورية منجم إلا ينصت إليها، وإذا تكون هي في فايدة البلاد أكيد باش يصير الدفع نحو مجرد التقاء، خاصة وأنه أفاق ولا تنتقد في الحكومة وأداء الحكومة وكأنها من المعارضة، في حين هي من المكونين لحكومة الوحدة الوطنية. يعني أفاق من جهة ينتقد وداخل في جبهة برلمانية تقدمية في ظاهرها ستعارض جبهة النداء والنهضة والاتحاد، من ناحية أخرى الأفاق هو من مكوني حكومة الوحدة الوطنية. كان على نفس البلاتو هذا وكان وش قال؟ قال تو تفرزت ظهرت القوة التقدمية من ظفرين واللي واضحة لكلها، وظهرت القوى اللي تتحالف مع بين ظفرين ما يسمى بالرجعية، وجبد على دخول الاتحاد الوطني الحر وقال لي السيد هذا كان سبق وقطع وثيقة كرتاج، ولا قال باش يقطع وثيقة لا كرتاج. ما عليناش ما ندخلوش تو خاطر ما توليش زاد مرض داخل في نفسي. لا هو قال قطعته، فهمتي؟ المهم وقال انه التحالف هذا معناها ظهر قسم المشهد السياسي على 2، وظهر تو التصويره وظهر المشهد توضح، وبعده هو نلقاو رئيس الدوله يستقبل سليم الرياحي. نحبوا نعرفوا ان درى رئيس الدوله استقباله لسليم الرياحي بصفته رئيس الدولة وعلى نفس المسافة مع الأحزاب الكل، وأنا نأكد اللي باش تقولوا لي الجواب هذا، وإلا استقبل سليم الرياحي في إطار إعادة الكفة، توازن الكفة سياسيا وخاصة داخل البرلمان. شوف سي حافظ، رئيس الدولة ما قبلش كان سليم الرياحي، يا إما باش ناخذوا كل عملية معزولة راهو نجموا نبوبوه كيما نحبوا، لكن رئيس الجمهورية استقبل سي محسن مرزوق واستقبل سي راشد الغنوشي واستقبل سي حافظ قايد السبسي واستقبل مدام بوشماوي واستقبل نور الدين طبوبي. رئيس الجمهورية يلتقي مع كل اللي يطلب باش يلاقيه من الأحزاب السياسية والمنظمة الوطنية في علاقة بتونس. هذه النقطة الثانية، أنه سليم الرياحي أو غيره مزق ولا خرج من وثيقة كرتاج ثم قدر أنه يلزم يرجع لها، احنا شنو نقوله؟ أولا في السياسة المواقف تتغير بحسب الوضع، وما فماش موقف نهائي ولا رجعة فيه، واللي يعمل هيك ما هوش يعمل في السياسة. وبالتالي أنه كان تقدير ما أخي سي سليم الرياحي مش كان في جبهة الإنقاذ وسي محسن مرزوق، معناها الناس تقدر وفقا للظرف السياسي المعين سلوك وهي حرة فيه، واحنا راهو
بالنسبة لنا كيف في وثيقة كرتاج، كيف خارج وثيقة كرتاج في رئاسة الجمهورية، احنا نتعاملوا بطريقة بسلوك طيب. الدولة مع الأحزاب السياسية. وبالنسبة لرئيس الجمهورية ما الأحزاب المشاركة في السلطة معناها عندهم وجود ويلتقي بهم، ولكن كذلك حتى في أحزاب المعارضة هم مكونين للسلطة التشريعية ورأيهم يسمع وعندهم وجود، وكيف يطلبوا يلتقيوا برئيس الجمهورية التقوا به في عديد المرات وممكن في المرات المقبلة كذلك. بالتالي المسألة ما عندهاش علاقة لا بالجبهة لا بالتحالف لا بحتى شيء. طيب خليني نزيد نعمق السؤال أكثر بلاي حافظ، خليني أعطيه السؤال بأكثر عمق ومباشر اللي هو نور الدين بنتيش باعتباره هو ندائي. لقاء دخول الاتحاد الوطني الحر إلى وثيقة كرتاج من جديد، وفي هذا اللقاء الثلاثي مع النهضة والنداء في وقت هو عنده قضايا منشورة لدى المحاكم ويعني متهم بتبويض أموال وقضايا اللي فيها شبهات فساد، هل بصريح العبارة جاءته تطمينات أو هناك مقابل خذاه سليم الريحي مقابل عودته إلى وثيقة كرتاج ودخوله في هذه الترك الجديد؟ أولا المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، هذه حاجة هو ولا غيره. لكن أنت هنا معناها عبارة تتهم في رئيس الجمهورية أنه يدخل في سير القضاء. احنا اولا ما ندخلوش في سير القضاء، والقضاء مستقل، ورئيس الجمهوريه في كل المراحل السابقه كان رئيس الجمهوريه. انا لا اول تلقى رئيس الدوله رئيس الجمهوريه داير اللقاء اللي قبل اللقاء الاخير هو مازال كيقابل الجمهوريه وتم تحجير السفر عليه بعد ما خرج من اللقاء. لا انا نحكي على النداء وانت وعلى النداء. اما النداء اولا انني مانيش ناشط في النداء تو، صحيح اني نداي ومواصل في انخراطي وعضويتي في الحزب، ولكن مانيش نشط في نداء تونس. نعرف اللي فما لقاءات قاعدة تصير ما بين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، كما قاعدة لقاءات تصير، معناها ما نفهمش اني شنو التساؤلات كيف نداء تونس يلتقي مع احزاب يخيون الاحزاب الاخرى تلتقي، ولا كيف تلتقي الاحزاب الاخرى ما يسالش. اما نداء تونس ما عندوش الحق يلتقي بالاتحاد الوطني الحر ولا افاق ولا المشروع ولا النهضه ولا غيره. شوف الحياه السياسيه مفتوحه، والاحزاب تلتقي باش اولا تتناقش وتوحد رؤاها او تفهم وين خلافاتها، وخاصه اللي هما ممثلين داخل البرلمان اللي تم فيه مناقشه مشاريع القوانين والتصويت عليها، اللي تم فيه كذلك ترشيح أعضاء هيئة الانتخابات والتصويت عليها. وبالتالي شوف احنا ما يلزمناش نضخموا أشياء ونقتلوا أشياء أخرى اتسترا. كي صارت شارت جبهات ما نجحتش، اليوم صارت جبهة تنجح ولا ما تنجحش، ما توقفش الحياة السياسية في تونس. والأساسي وهنا نرجع لك للي قلت لك ملول، الأساسي أنه الأحزاب السياسية ما تطلقش العينان لي النزول للدرك الأسفل من العمل السياسي المشين، لأنه موش عمل سياسي، وتكون في إطار تبادل الرؤى، إعطاء البرامج، نقاش الحجة بالحجة، والمواطن التونسي هو اللي يفرس اللي يتصوروا قريب ليه من اللي ما يتصوروش قريبه، الغث من السمين، ونقدموا القدام. وفي السياسة كما قلت لك دائما الأمور تتغير، اليوم حزب كان غير موجود في الساحة ياخذ بلاسته، الآخر كان رقم ثلاثة يصبح رقم اثنين، كان رقم اثنين يصبح رقم واحد، وهكذا دواليك. ولكن كما قلت الأساسي ما نهبتوش، ما نبداوش نسيبه في الإشاعات، وخاصة اللي تنجم تمس من استقرار البلاد، تنجم توحي بإمكانية وجود فراغ على رأس السلطة، تخرجنا من المواضيع المهمة. ما ننساوش أنه تونس لأجهزتها الأمنية والعسكرية اليوم قاعدة تقاوم في الإرهاب، والإرهاب ما انتهاش، وما ننساوش اللي تونس اليوم عندها مشكلة متاع تشغيل، وأنه الحكومة تشتغل ومنكبة على إصلاح باش تخلق فرص تشغيل للشباب. ما ننساوش أنه العالم من حولنا العالم من حولنا فيه تغييرات استراتيجية وجيوسياسية كبيرة، والدولة التونسية لازم تكون معناها واعية بشنو اللي قاعد يصير، وتنجم يلزمها تاخذ كذلك القرار الصائب وفقا لمصلحة تونس. تفضل صح خطيب بارع، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك.
باش نعطيك حاجه والاكسكلوزيفيتي باش تطلع غدوه صبر اراء باش تحكيوا عليها غدوه هي البارومتر السياسي البارومتر بوليتيك اللي تعمل باش يطلع غدوه في الصحافه الوطنيه وعملته امارات كونسلتينغ تقول في سؤال حسب رايك شكون الشخصيه السياسيه اللي تراها اليوم صالحه باش تقود البلاد؟ عندنا سي يوسف الشاهد من 10.4% في سبتمبر يطلع ل 12.8% وسي البجي قايد سبسي من 11% في سبتمبر يتقهقر ل 8.1% وفي نفس الوقت نلقاو سي موسف المرزوقي من 2.5% يطلع مباشره ل 7.7% هذا يرافقوا تراجع كبير للنداء تونس وللنهضة والاتحاد الوطني الحر أساسا ولبكيت الأحزاب المنخرطة في وثيقة كارتاج عموما لكن أدو فيتاس نقولوا الثلاثة الأولانيين هبطوا بطريقة رهيبة والبقية هبطوا لكن طريقة أقل نحب نسألك حسب رأيك أنت وحنا قاعدين نتابعوا في الشأن السياسي السيد رئيس على امتداد الأشهر الأخيرة قلل من الظهور متاعه ما عادش سامحني خليني نكمل لك الاخر قلل من الظهور نتاعو راه مش في الفيديو اللي يظهروا صامتين انا نحكي لك الظهور نتاعو لدى التونسي هو اللي يحس به يسمعوا الرئيس يحكي معاه يكلمه يعمل مبادرات قويه يشعر بها سيد الرئيس نتمنوه يهز الطياره ويخرج كما رؤساء الدول الاخرين وينطلق للخارج ويحاول يجيب مرشيات كبار لتونس في الظروف الصعبه اللي تمر بها السيد الرئيسي يحاول يخمم في 2018 يلقى الى جانب رئيس حكومه حل باش يخرج بالبلاد من الازمه اللي هي فيها بطريقه او باخرى من انطلاق من صلاحياته وصلاحياته ما شاء الله موسعه وزادت توسعت اكثر. احنا هذا اللي نحبوه سيد الرئيس. شوف يا سي احنا الكلام اللي تقول فيه أيوة. وكان الكلام اللي تقول فيه رغم اللي نحب نسبه رغم اللي نحب نسبه ولكن لو كان جاء الحضور بالطريقة اللي تحكي فيها أنت معناها كل أسبوعين رئيس الجمهورية في الخارج راهو السياسيين الكل جاوا لهنا وشادين الصف الرئيس تغول الرئيس واخذ صلاحيات غيره كذا هذه من ناحية من ناحية ثانية خليني نقول لك رئيس الجمهورية على المستوى الدولي في عامين ونفس رجع كل علاقات تونس وخاصة منها اللي فزت وكانت وفقا العام الاول العام الثاني ومش نحكي لك على العامين المزال وزاد سي حاف العلاقات اللي كانت معناها مكسره مع الاشقاء العرب ثم اعاده تونس في الاوربيت نتاعها مع الشركاء التقليديين والاستراتيجيين والحلفاء معناها كليان اي فورنيسور الولاء لتونس اللي هو اوروبا وامريكا ثم في السنوات في العامين المقبلة مش يكونوا فتح أفاق دبلوماسية واقتصادية جديدة مع البرازيل مع الهند مع الصين حاب نقول لك سحاف في ذا بعد أسبوع بعد 10 أيام رئيس الجمهورية مش يتنقل للقمة الإفريقية في أبيجان رئيس الجمهورية كان موجود في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العربية السعودية رئيس الجمهورية كان موجود ولكن فما عمل المتابعة رئيس الجمهورية كان في كل اللقاءات متاع 2020 وكل الدول إذا معناها أغلب الدول إذا مش كلها اللي هي جات ل 2020 استجابة وبعد زيارات رئيس الجمهورية لها ولكن رئيس الجمهورية عنده دور يقوم به والمسؤولين الأخرين منهم رئيس الحكومة اللي ما نعتقدش اللي هو مقصر في الجانب هذا وقاعد يخرج ويسافر وكان في مصر وزير التجارة توا في قطر وغيرها ولكن العالم أولا تغير ثانيا الظروف ماهيش كما ظروف 40 و50 و30 سنة ظروف صعبة ولكن عندنا قناعة وثقة أنه مش نتخطاه المرحلة الصعبة هذه إذا في مستوى العلاقات الدولية رئيس الجمهورية رجع تونس واليوم معنا حتى دولة تقول لك عندي مشاكل مع تونس هذه من ناحية وبالتالي فما وزير خارجية فما رئيس حكومة فما كاتب دولة للخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية يقوم هو بدوره ونعتقد اللي قاعدين يقوموا بدورهم وتوا سرتنمون توجي النتائج هذه من ناحية من ناحية ثانية على المستوى الوطني رئيس الجمهورية معناها كل أسبوع يقبل رئيس الحكومة ويتحدث معه وفي علاقة بالمشاكل اللي يعيشها التوانسة منها
غلاء الأسعار، وكنتوا شفتوا أنه أمين عام الاتحاد كيف خرج نهار الاثنين قال راهو فما إجراءات اتسترا، وتحدث فيها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة وبدأت وكانت منها الزيارات والمداهمات للفريقو اللي يحتكروا في المنتوجات. طيب. وبالتالي رئيس الجمهورية هاني بينت لك بالكشف اللي هو يحل الطريق وهو يكمل يمشيو فيه، انه موجود هو يحل الطريق وهو يكمل يمشيو فيه، هو موجود يحل الطريق فوالا جوستومون حبوا يحل الطريق. وين الدولة انه ماهيش محلول فيها الطريق؟ وبالتالي اليوم مع المسؤولين، لانه ما نجمش رئيس الدوله يكون هو معناها لو شيف دو بوليس في صفاقس وهو سفير تونس في المانيا وهو ولي جندوبه، ما نجمش رئيس الجمهوريه وكان كل مسؤول في مجاله يقوم بواجبه ويتابع. وهذه هو التكامل بين مؤسسات الدوله رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. طيب باش نسال على اكثر من نقطه بايجاز، هل مازال السبسي يدعم حكومة الشاهد خاصة مع ما يدور في الكواليس من وجود ضغوطات على يوسف الشاهد؟ وهذا حتى صحيفة المغرب نهار السبت حكيت عليه وحكيت على ما يسمى بنيران صديقة صوب رئيس الحكومة. فبصريح العبارة، هل مازال رئاسة الجمهورية تدعم حكومة يوسف الشاهد؟ شوف، رئيس الجمهورية يدعم حكومة يوسف الشاهد ما معناها إلى حد اليوم وإلى حد الساعة هذه، ومدام حكومة يوسف الشاهد قاعدة تقوم بواجبها وقاعدة تجتهد وقاعدة تحاول باش تقدم، أكيد رئيس الجمهورية هو ضامن أو هو الدعم لهذه الحكومة. يبقى إذا فما انتقادات من الأحزاب السياسية لحكومة السيد يوسف الشاهد أو لبعض وزراء أو له هو شخصية، معناها يتعامل معها، وهذه نجم نقولوا عادية في وضع الديمقراطي والناس كلها تتمرن. في بعض الأحيان ينجم يكون حزب متغشش على رئيس حكومة وعلى وزير ما نعرفش شنو اتسترا، عادي، ولكن الحوار هو اللي يقرب وجهات النظر. طيب معلش خلي اللي تمشي. طيب معلش، صار حديث في الفترة السابقة على انه مجلس الامن القومي سيتعاقب على الاشاعات. لا انا لي هاني جوي لا مش اشاعه، مش اشاعه، لاني اخي كامل سؤالي لاني جوابك. انتم نفيتوا رئيس الجمهورية نفت انه ملف الفساد سيتعاقب به مجلس الامن القومي، ولكن سؤالي هل كانت هناك ني ولكن كثرت الانتقادات جعلت رئاسة الحكومة تتراجع عن التعهد بهذا الملف؟ شوف شيك، أولا ملف محاربة الفساد ملف طرح في مجلس الأمن القومي وتم التداول في العمل اللي قاعدة تقوم به الحكومة في المجال هذا. معنى الفكرة طرحة ثم ما قلت لكش الفكرة، قلت لك تم التداول في الموضوع في محاربة الحكومة للفساد كما يتطرح في مجلس الأمن القومي كل المجالات كل الأشياء اللي تمس الأمن القومي ويتم التداول فيها. ثم خرج بيان على مجلس الأمن القومي، خرج بيان واضح فيه نقاط واضحة. ظهر لي البيان هذاك هو الشافي والضافي. إذا فما أشياء أخرى ما تحطتش في البيان، يلزم احنا الكل نكونوا مقتنعين أنه الأشياء هذيك ما يلزمش تكون في بيان للرأي العام وتخص أمن الدولة وأمن الوطن. إجابتك ذكية ولكن لا تعني نفسك القطع. خليني نكمل. ثانيا سيشكل، إذا أشياء ما تذكرتش في البيان راه هو أني واحد من الناس ما نعرفهاش خاطر مانيش حاضر فيه. إجابة ذكية. ثالثا مازال ثالثا كما قلت، فما العباد تلوج هاو، فما الرئاسة متعاركة مع الحكومة، هاو الحكومة متعاركة مع النهضة، هاو النهضة متعاركة مع المشروع. الحكومة ولا حتى شيء، رئيس الجمهورية يدعم العمل البرلماني ويدفع فيه للإسراع في اتخاذ قرارات والتصويت على قوانينه، وآخرها معناها رئيس الهيئة المستقلة يدعم الحكومة ويدعم معناها أن الحكومة تتشاور. سؤال قبل الأخير خاطر جيني يطلع، سؤال قبل الأخير، هل أنت مع ما قاله برهان البسيس نهار السبت في أنه تونس لازمها الحجاج بن يوسف عادل ويحكم بحد سيف لتطبيق القانون؟ بحد ما سيف سمعتوش القانون. ما سمعتوش، لكن حد سيف القانون أو حجاج بن يوسف عادل إيش به حجاج بن يوسف؟ راهو كما قال زياد الهاني زاد اليوم الصباح قال هو معناه اقتبس مقولة، قال أنه هو الشخصية المظلومة في التاريخ العربي، وبالتالي احنا ما ناخذوش ويلا للمصلين. احنا في دولة الحريات والديمقراطية يلزم المواطن يحترم فيها القانون
ويلزم مؤسسات الدولة تطبق القانون. واضح. شكرا لك. هل سيدعو رئيس الجمهورية للناخبين من خلال الأمر سيديره بعد انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ أكيد وقتنا باش يتم تحديد تاريخ انتخاب. لا 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 لا، بالنسبة أفريل ولا مارس؟ هذه تحددها الهيئة مع الأحزاب السياسية سي حافظ، واللي تحددوا احنا باش نمشيو فيه. اليوم أخذ حكاو مع السيد الرئيس. كان كنت حاضر، كان كنت حاضر ورئيس الدولة عبر لهم على دعمه لهم. ممكن خرجوا بالنهار اللي تقروا مع الأحزاب تعطيه تاريخ فانه نمضي على امر دعوه الناخبين. كيوليس ممكن يكون في مارس، ممكن يكون هو نفس ممكن التاريخ. بيان سور ممكن وحتى لو كان يتاجل باسبوعين او ثلاثه معناها، اما التوجه انه تصير في اقرب الاجال وفي احسن الظروف. واضح. شكرا لك سيد نور الدين بتيشه، مستشار اول السيد رئيس الجمهوريه. شكرا لك حافظ الغربي. نتقابل غدوه كالعاده في حلقه اخرى من 45 دقيقه على الوطنيه الاولى. على خير.